مبدئيا خليني اخدكم على المكونات وابتدي اشتغل على مراحل الوصفه، عشان الوصفه ليها عده مراحل، فخلونا مع بعض نركز. اول حاجه خالص الصوص او اللون اللي انا هسوي فيه الرز. النهارده الرز اللي انا هستعمله هو رز ابيض، ولكن انا ممكن استعمل اي رز تاني، وخاصه يفضل ان انا استعمل الرز البسمتي. طبعا انا مستعمله رز ابيض لانه اكتر نوع رز هيبان فيه اللون وهياخد لون حلو وهيبقى شكله كده فريش ويحفز ويحمس. لو انتوا بالبنجر الطبيعي، انا هنا مش بستعمل، او يعني يمكن على مدار الشهر انتوا عارفين ان انا مش بستعمل اي نوع من انواع الالوان الصناعيه. فالبنجر كل اللي انا عملته فيه ان انا اخدت البنجر قشرته وقطعته لقطع، وبعد كده سلقته في عصير برتقان علشان ازود عليه نكهه تبقى اضافيه وما افقدش من روح وحلاوه وطعم البنجر. بالنسبه للرز طبعا زي ما قلت لكم انا مستعمله رز ابيض. التوابل عندي توم باودر، وعندي كمون، عندي فلفل اسود وكزبره جافه، وبالنسبه لبقيه التوابل عندي ملح، عندي شويه بشر برتقان لاني اوريدي مستعمله عصير البرتقان، زعتر وتوم. وبالنسبه للجمبري اللي هو ملك الحلقه النهارده، هو انا مستعمله جمبري حجم متوسط لان ده مش بياخد وقت في الزيت، وكذلك هيبقى شكله حلو على الرز. وعجينه الجمبري انا هعملها بدقيق كورن فلاور او نشا ذره او دقيق الذره وبيكنج صودا، يعني بيكربونات الصوديوم. طبعا الاهم من كل ده واكتر حاجه عنصر مهم في العجينه هو الميه الساقعه. وبديل ان انا ما استعمل الميه العاديه، انا بستعمل شوربه للرز. الزيوت عندي هي زيت ذره او زيت، او يعني زيت نباتي وزيت زيتون، الاثنين هستعملهم. وطبعا مش هنسى الزيت بتاع القلي. سريعا ابتدي ان انا اشغل على الرز. وهنا الرز انا مش عايزاه يكون، ما فضلش ان هو يكون يعني زي ما بيقولوا ايه عندنا في مصر مفلفل. انا مش عايزه الرز ان هو يكون مفلفل قوي، انا عايزاه يبقى شويه نسبه النشا فيه عاليه، لانه عندي القوام التاني بتاع الجمبري هيبقى مقرمش وكريسبي، فما عنديش مشكله خالص في القوام. هبدا بشويه زيت زيتون، مع شوية زعتر هطعم بس زيت الزيتون، ونقطة بشر برتقان، وعلى طول هنزل أول ما الريحة تبتدي بس تطلع كده هنزل بالرز. لو حبيت او لو انا يعني عايزه ان الرز يبقى مفلفل اكتر شويه، فده طبعا همشي بقى بالوصفه الطبيعيه للرز، ان انا هغسل الرز عده مرات الى حين لما لون الميه اللي حواليه يكون كلير او شفاف. لكن غير كده انا عايزه استفيد من نسبه النشا اللي في الرز، لان انا حابه ان هي تبقى شويه ماسك نفسه، بس طبعا بديله الطعم اللي انا عايزاه. يعني زيت الزيتون مع الرز مع بشر البرتقان والزعتر. طبعا انا مستعمله شوربه، ولكن كمان العنصر الاساسي اللي هيلون لي الرز او اللي هيسوي لي الرز بشكل يعني يمكن يحمس ويحفز على الاكل، هو اكيد هريس او بيوريه البنجر اللي انا زي ما قلت لكم قبل كده جبت البنجر وقشرته وسلقته بس في عصير برتقان، يعني ما سلقتوش في ميه عاديه، سلقته في عصير برتقان. ولو عايزين نستخلص اكتر كم او اكبر كم من
الطعم بتاع البنجر، فانا بفضل ان انا اسلقه بقشره وبعد كده اخده اقشره، لان طبعا القشره بتحفظ كم كبير جدا جدا من الطعم، وخاصه الطعم اللي هو الايرثي، يعني اللي هو الطعم الحقيقي بقى للبنجر. الرز كده هضيف ملح وهضيف، هكرر بقى معلقتين او ثلاثه من البنجر بيوريه، ليه بضيف البنجر الاول؟ لان البنجر طبعا يعتبر نوع من انواع السوائل، فبالتالي هيأثر على كم الميه او كم السوائل اللي انا هضيفها من خلال الشوربه او الميه. هضيف دلوقتي الشوربه وزي ما انتوا عارفين ان الرز تقريبا بيحتاج، عشان في ناس كتير بتبوظ الرز، وعلى فكره انا يعني لحد ما كبرت ما كنتش بعرف اظبط الرز، وخاصه الرز الابيض بتاعنا اللي هو البلدي. هوطي على الرز